السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه savitai.com. الموقع ده جميل قوي، تقدر ان انت تعمل موديل خاص بيك، او تقدر ان انت تاخد موديل وتعدل عليه، او تقدر ان انت تختار موديل وتحمله عندك على الجهاز بتاعك. طيب هنا هتلاقي الهوم، هنا موديلز ايمج بوست ارتكل. خلينا نيجي هنا على سيتنج، هتلاقي هنا الحاجات اللي انت عايزها تبقى في اول صفحه. ممكن لو في حاجه عايز تزودها تقدر انت تدوس هنا فتزود مثلا توب كرييتور. تعال بقى على اليوزر بتاعك، انت مش لازم تعمل يوزر، لكن لو عملت يوزر هيديك تحكم اكتر. مثلا اكونت سيتنج، تشوف بقى هنا لو في اي بيدج انت واخدها. تمام، هنا البروفايل بتاعك تقدر تضيف بقى اللينكات، مثلا حتى السوشيال ميديا. في هنا مثلا عايز اي جي اي اف يشتغل معاك. طيب علم على العلامة دي ليه، الموقع ده فيه حاجات كتيرة سيئة، فعلم عليها عشان تقفلها لك وما تلاقيش صور سيئة كده وناخد سيئات. تمام، طيب دي نوتيفيكيشن، انا الصراحه ما بحبش النوتيفيكيشن كتير، فممكن ايه تقفل النوتيفيكيشن اللي انت حاسس انها مش محتاجها. اطلع بقى هنا للعين ديت، غالبا بتلاقي everything، علم على سيف عشان ايه يفلتر لك وما تطلعلكش اي حاجه سيئه. طيب كده احنا فهمنا ازاي نحمي نفسنا. ندخل بقى على الصفحه الرئيسيه، ممكن بقى تختار مديول مثلا موديل بالشكل دوت. انا اخترت مثلا دوت منيون ستايل، تقدر بقى تحمله عندك على الجهاز وتقدر تبرمجه وتقدر ان انت تعدل عليه. بيجيب لك بقى المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها، ممكن تعمله داونلود ويبقى عندك على الجهاز بتاعك وتقدر ان انت تشغله دلوقتي، تقدر ان انت تعمل منه نسخة تانية، تقدر ان انت تضيف له ريفيو. ففي امكانيات جميلة جدا. انا ان شاء الله هحاول اعمل واحد لعصر الاثرات، اللي هي الحاجات اللي بيسموها فرعونية او مصر القديمة. زي ما انت شفت تقدر تقول له انا عايز اعمل داونلود للتريننج ايمج، هتستخدم انت بقى الصور دي في تدريبات تانية او هكذا. طيب ده بيقولك ان ده لورا، لورا ده يعني بيضيف زي فلتر معين على الموديل نفسه، او بيضيف صفات معينة او تنسيق معين. ممكن تقول له داونلود وتحمله عندك على الجهاز، وتقدر لو انت عندك اي ذكاء اصطناعي مسطبه على الكمبيوتر تقدر ان انت تقول له خد الرابط دوت وتبدا تشتغل. حاول ان انت تختار اللي هو سيف تنسورز، لان سيف بيبقى امن ما فيهوش فيروسات، ما بيبقاش فيه اي ملفات تروجن بتعمل مشاكل، الملفات التانية بتبقى فيها مشاكل، انما ده افضل حاجه. تقدر تقول له ران موديل فيبدا يشتغل معاك وتكتب التكست اللي انت عايزه. خلي بالك انت ممكن تعمل داونلود وترفعه على مواقع تانية، يعني في مواقع كتيرة جدا بتقبل الحاجات اللي هي من سيفت اي اي. هنا بقى بيقول لك دروس سينج عندي اي او اس او ماكنتوش، تبدأ تشوفها. الاعدادات اللي انت بقى عايز تختارها تبدأ تختار اللي انت عايزه، في حاجات فري في حاجات وهكذا. ممكن تقول له انا عايز ابدأ اشتغل عليه بالشكل دوت، ده لو انت عايزه لوكال. طيب ممكن نقول دروسينج ونختار من هنا، ففتحه لك على موقع تاني لو تلاحظ. تمام، دروسينج تبدا تكتب اللي انت عايزه وتبدا ان انت تشغل، لان الموديل ده ممكن تحمله وترفعه على اي موقع تاني تشتغل بيه، مفيش اي مشكله خالص. تمام، هسيب لكم الرابط ده اسفل الفيديو تقدر ان انت تشتغل عليه، لكن خليك حريص ان انت تبقى في الامان. اقفل الصور السيئة، اقفل اي باب يجي منه فيروسات.